تبتسم لي. جميل شكرا. شوف كل الناس يحتاجوا كوتشينج، انا نحتاج كوتشينج، انت تحتاج كوتشينج، كل هذه الفرقه تحتاج كوتشينج. وعلاه؟ لانه الكوتشينج راح يغير لك حياتك. انا لما نقول في لاباج تاعي الصفحه تاعي انستغرام يغير لك حتى ايه، يغير لك حياتك. لان اليوم مثلا عندك مشكل صغير يقدر غدوه يكبر، مع الوقت يولي يكبر. تعرف على مثلا امراه تحب تزوج بها يخرج هذاك المشكل يرجع لك، راح يدمر لك حياتك. يعني كلنا نحتاج الكوتشينج. لماذا؟ لانه باش يكون عندنا علاقات غير سامه، وحنا ما نكونوش ثاني سامين للناس اللي نعرفوهم، للعائله، للاشخاص في المهنه، ولا نحتاجوا كوتشينج باش نتعرفوا على شخصيتنا، ميولنا، اتجاهاتنا، كيف، وين اسكو انا جو سوي بيرسون انتروفيرتي، يعني شويه داخله ما نحكيش، من جو ميكسبريم با، اسكو جو سوي اكستروفيرتي، يعني نهضر مع الناس، نعبر على شعوري. مثلا كاين عائلات ما يعرفوش، ما تعرفش وليدها اسكو هذا راوي يعرف يعبر، ولا تقول لك وليدي يحشم. وعلاش يحشم وليدك؟ وعلاه عنده هذا الحاجه اللي كتشوفي فيها انت مشكل. كلنا نحتاج كوتشينج صغار وكبار. اولا اسبوع، اسبوعين، شهر، اشهر، سنوات. المهم في الكوتشينج هو نرسموا اهداف اللي راح انت تحققها مع الوقت. لو بوت دي كوتشينج، لو بوت دي كوتشينج سي فريمون لوبجيكتيف، سافدير لازم تكون عندك، شوف، رؤية كبيرة واضحة، واضحة على حياتك، وين راك حاب تلحق. إذا راك تايه اليوم ما راكش عارف وين حاب تلحق، أنا نعاونك في هذا الشيء.